ساكن شوف. راه والله العلي العظيم ثم بالله انا هذا الشخص هذا لا تربطوني به لا علاقه ولا صداقه ولا محزن، ولكن ملي سمعت الخبر الوالده ديالي شفت العيون ديالها لانه اتصلوا بها قالوا واحد الموت شفتها كتبكي. ملي قلت لها علاش قالت لي واحد الولد توفى. علاش توفى؟ لان هذا السيد هذا مشى يجيب واحد الحوت. انا متفق معاه هذا السيد الا اخترق القانون عاقبوه ما كنقولوش لا، ولكن ماشي بهذه الطريقه. السيد سيدي خدا الاخر خدا هذا الحوت هذا خرج يعني ما احترمش القانون كان من المفروض خليها سيدي شبعوا ب 7 مليون 8 مليون غدا كاينه المسطره القانونيه ويمشيو للبوليس يجيبوه يعتقلوه ونقسموا سيدي نقدموه للسيد الوكيل المحترم ويشوف ديك الساعه المسطره القانونيه يتبعوا. اما هذا السيد هذا غيجيبوا الكاميون حشاك ديال الزبل والسيد غيلوحوا فيه الحوت، شنو هو الدور ديال الشركه اللي كانت الان قايمه بالاعمال ديال الترقيات ديال المرسى وشنو شنو هي؟ لهذا المندوب اليوم شنو هو الدور ديالو تما؟ واش دابا حنا في الدوله ديال سميتو الو راه فلان سيل عنده الف لا، حنا في الدوله الا كنهضروا على دوله الحق والقانون يجب تطبيق القانون على اي كان واخا يكون اللي بغى يكون. علاش؟ لاننا كنعرف القانون ان المواطنين سواسيه. محسن الانسان المبدع قرا سي سلماني نمر وجه قانون انا عار غير مويه وقادي ناس نضباه هنا الناس لا يا سلمان غير خصنا ضد انا خصنا توضحنا لانه من عند المسؤول ديني البارحه الشاحنه اللي نزبر وما يسر ما نسيب نقي الشاحنه غتنصود انا الشاحنه امبريسيون صود محسن كي بعد حوار طويل الكوميساريه هنا قرص ما يمكنش نشعر سقينو توضحنا هو المبدا اسمي خي استشهد محسن يعني نقطة جوهرية ثانية تنقي الحادثة كل شيء. محسن قرصنا قرينو الخيارات ديني قرصنا قرينو أن راح غاخيرية غاتنوي غاتنصدق غاتنو جات شني بوفريت نعم يا حرفيا تجي نشي تما 8 قاختيط صغار يا حرفيا قرصنا قرينو يفقد يترو يفقد زي كوميسارية غير ترو قرصنا تا هما كاميون الزبير طحنا ب 10 مليون 6 مليون زرمان ما يمكنش هذا 10 مليون ولا غانشني غانشني بوفريت غانشني بوفريت محسن غادي يستحي الصراحة 6 مليون جنتي بوبريت نسي عجيب الحاله خصك كي تصدص مليح ولكن اكرينو 6 مليون طاح تنضام الطحنم كينا تصودا طحنم ما ينشد مزوار ام يا حرفيا طحنم ما ينشد مزوار وعاد تبع مزدي سر نهار غريفه هو مخذا كنا غيتمر زيت المرحله خطيره جدا اذا استوعبن من يوقعن الحيره كنا 2011 من بعد ما انه المخزن يستعمل البلطاج ينس يستعمل جميع الوسائل الخبيثه باش غادي ينسف الحيره كنا 2011 لانه يريد زعزع السياسه ينس تعفان. من يحكوش خلاصة القول مين مستجد محسن وجد شيء راح هذي انطاحا ونخنزر قيشين الروايات في الانترنت وقيشي خفين سادي راح هذي انطاحا محسن راح ستم واحد يحب عيد يقيم ديني كشكل احتجاجي وما تفوص انطاحا ديني زرمان تروسه تعوض غسر كاس خاص هو محسن راح شاد قيم ديني وما تفدي الشيء جين ذي شعر الماشينة وما تفنت اذيمس Thank you.
مما يعني انه يوذن وانيتي وقيم شي غاسن الثقه قال مخزن وانيتي سنت انه يروج مجرد اكاذيب مجرد شعارات وهي عبر الاعلام المزيف الاعلام الصرف الصحي يتصرف. كنا نسقساني وانا عاد كي من ديكوا مين يعني السير المحسن مين يعني السير المحسن كيقولنا الدرجه يقع يوقع الله تعليق الدرس انه وقت يوقع التضامن بالملايين ربما حتى في العالم. بالمناسبه الشكا قعيث مثلنا سواء انت الجيران كي الشارع على مستوى مزوانيين في السنين وفي السنين كي فغنا الشارع يمحضاني فغنا بعار ترون نايك كمروشين وسوين يعني الحسيمان كمرني جينا قد تسمى تعيشي نوع الغلايين يعني فغنا بعار تسمى السيور ترون قيمة الجوع ربما ذيني نشينا عمود قاخ منايا تمو فغنا بعار ينا قان تشكاتن تشكاتن زكور امخ بدنس لينا كمحسن فغنا أنا كي زبارة دنا كي ذس زقور نشين تشكات نعاود زقور تشكات نطاس ماني يزمات نتو تقدر الشيخ في نغمان يا اخي تكررين شي نهار يوقع شي انت نهار ما يوقع بوتا دخلتي والشيخ يوقع شي نهار يوقع يوا يوقع يوا ماني هذي تكرر اني رجلنا ديال كيف نخلع حدث من طرف بعض الاحزاب السياسيه المتملقه ان السياسه المخزنه وانيتي من اول حزبهم الى اخرهم قرصن انه الحدث وانيتي الحدث لا يمثلكم كنا لانه كنوا زنزم بارتي ذا المصطلح تسمى العاميا القاني وذا كنوا زنزم بارتي ذا يعني وتمثل بالاراده النيريفيين كنوا تمثل الاراده من المخزن انياز زونا ذي قبل المنطقه يا ثانيتي كذلك ومثال قا ينظني لزونا ذي الحدث عبر بعض الجمعيات التابعه للاحزاب النظري شي قرصن انه ثانيتي الاراده يا ثانيتي فاراده تنبث قد الاراده الشعب ني توشن في اعلان التغيير اما الجمعيات المتملقه وكذلك الحركات من المتملقه قرص راح زوم ماني غا هذا زوم مي غا تستسقم لان ثاني تيجي الاراده شعبيه فون داكس الكادحين فون داكسي وذاني كيتجان حسان الحكره تعال نص الحكره اما الاحزاب المتملقه ومن هذا المنبر اناشد جميع الغيورين على طرد اي واحد يزو هذه النخ الحادثه سياسا تهجير الاقصاء يعني جميع تسمى القتل يتمارس يتخانق ذانيتي ما راه مفكرش شي حاجه ترا وثانيا نعاود يعني الحلقيه ذاك مني غتستمر انت ماشي مثلا ايش الحلقيه هذا هو ايش تذا ايش تذا ايش باش المخزن هذه يفهم شويه خفينس مي غنتساوال نساوال شويه خ التاريخ ناري فينا لحقاش شي نغنغ العيس يري فين غصن الرعيس يخصو نقشين شي الرعيس زنغ ذانيتي تسمى انه ضاد قناك صافي قينات تون مناين قط ما راسن خانغيش السياسه ما راه فكام شي حاجه نتهجير وتقصاحه صح وذا نختكن ذاني الخدمت وذا يجي المعمد ميدان خت كندا قش ميدان خت كندا باركيت الكورنيش واش مالي يزك سنش قدام مي قن سياسه التهجير يو قدام مي قن سياسه التهجير هذا نقص قلنا الداخليه يعني بدا نفارق واخا داري بدا نفارق اقش قيطان جا كانس شويه اللي معامل ماشا ما غبي بالضبط الحسيمه وداك سكين والو لحقاش شي واش نقيم ديما نسقى وناس وشيخ الحق نغني وغنغني سبيطا جامعي غنغدا سبيطا مخا كناو ما في مغناصير دافيته وغنغني الجامعه وغنغدا والو قاع يعني ميزي غاني عيسني شنين قدو لا يمر وكاشي وخو كاشي شينا داس نفاوان زريم العالمين وين العالمي كيعلق نجي نراريوطي وخذي نساوي شي شيني ريفيه والله حتى دي واش حماي كما استمر السياسه الدولية ثاني تي والله العالمين حتى دي هو غطمة وين دي نساوي شي شي دانتي لاني عاد والله حتى دي هو غطمة
لحقاش شحال غنكشين تا وكاد يا خصنا نسمي نستافد زي الدوله موقق ونستفيد والو اصاح غنستافد الزاكس قابو ذرا حبوسه دمالي الزاكس نستافد مالك هادي السيور بنادم تسكنز دغيا المشكل زيد الحبس يقرق بزاف يقرق يوقع القضاء كنيو مشكو بيوقع القضيه المحسن فكري قاقت القضاء ما غالقضيه كريم الشقري لو تيشان القضاء ما غالقضيه كريم الشقري وغاستو شي في القروه الوطنيه راه جاني ولا حتى ميكالمان هنا سير ملف خاطس عنا غيرين لو خواش المده يكمل القضاء علي قام هذينا وارين سقي القضيه المحسن فكري القضاء عاجز ياك اسميني تراجع القضاء اي يسمح لنا لا القضاء يتراجع انا واحد يدرينا يتراجع انا واحد يدرين غير تسكت المشاكل للمناضلين وخيرو دليل وما تنغيش مدالو حزيطان جابوبري يقاد الحسين ما يزو غادي يحضر الوقفه ديال الناظور ويصبح تكيسلا الزود غنغيني نلقى الارهابني ما الارهابي كي هو ما تنغدالو حنا الزود نسلمو كي قال الارهابي كي يلا قالت دوينين داك سيدي قتل السفير الروسي ما راه سمي في عمل ارهابي يمو خا تسمي ثمات نغير روسي كي سوريا يتشغل السياره مو غادي نسمى وانيتين يعني واش هذا الجواب يغيني يتحسب عمل ارهابي وما راه دوان سمانا يا قو خا نشد ارهابي واخا نشد ارهابي ما راه دوان سمانا واخا نشد ارهابي الكومه في الغناصيري راح ننظر يا الزوديش معاه بيا يولاد تسمى صغوينا لازم نقرا حق نسن يو سيد منعم شوقي خصك تسلم منعم شوقي من يعنى غاص التمثال كي مدريد جدس غاص التمثال كي سبتا غاجدس مي داك سكين كي التمثال مي داك سكين كي التمثال خصك تسلم التمثال مي داك سمور قيت سبتا ومليليا لحقاش من يعنى تسلم منعم شوقي يا إلا يتجا غاكعد تكريم الخطابي ولكن الخائن يعني مور مالمو ذيني جن المقولة ما تسنغواش إنا تعبد تكريم الخطابي واش تما كان تيتخاز إلا إنا ثنين يودان إنا خصها غاثنغ يجل جدس نعزيز بن عزوز إنك ومران جيث على ضيارو أقش يروج جد عزيز بن عزوز جد سلوخا المنعم شوقي إن سوا غايث ما يخصى ظنه قواغا ضيارو أقش يروج جد منعم شوقي يويد البلطاجة غا الناظور ظهان ظهان أسقي المؤتمر صحافي تسقسان تنشينا نمدخ الملك ومدخ الملك شيك واش الزوغة تسنغ الملك ميدا نغيقا واش نستفادك الملك كمان كسر خوفاني نبات والملكة هو وكيس نستفيد شي ملي كيس نستفاد واخا امو خا يجن منام واخا يتبنى يجن منام انيني المغربية الزوذة نغي تبنى امشكني ذو سيد تكسيد يجن منام عاد طاما ظن يو سيد يؤذو في الخيج انتا دات وفي الداك سيد بابينس ذي تزر خاصنا بارا قم من اذا نغي تقايا يذمحن ويتزر خان غي الجيش اسمين يا زوذ يا ارمانا يا ملا يا زوطة في طواح ديت ما تنغزي الخارج زي عام عام نشينا نشير غابة نخرى قد تا السياسة كاين غي تمارسهم الخدمة ذوالو واخا واخا ذي الوعي باش انغا وذا نغص غا نشي صغا نغموح من الخميس كي القمر واش مالي ذي ذوامي زي غنوع عن شنين سموح من الخميس كي القمر واخا سألو خا نشنين اقا نغقر فين وسبعطاش شفت غنغر فين وسبعطاش نكسر خاو فين نكسر خاو انسيور شوية في التاريخ نجدو ذنو انسيور خمين يوقع نقد 58 59 ما غازاك سناكور اغا نستافد انزا محمد الحاج الله ما مزيان كي 58 قايف غدا من شنين يطلب مطالب اجتماعيه ولكن الدوله وسطو شي شي عادي كسي نسناح واش الدوله هذا سو حتى كسي واخا شي نسناحني واش الزول انا غنغرو واخا نشنيني قايف ما نيزاك نخطر شهر يعني غنغيج نحل انفغت الشارع الشارع سمي قانا انفغت الشارع انفغت انا زود الحق النغ وسقاش قطرة شي غوينا لي بدا لا وينا لي بدا نشما فغا حد صغي خوي انفغ شي غاتفغني ودان انفغ سكورشي سكورشي عندنا هو هذا الشارع الشارع يحدا الجانب قاخ نغي السيور التاريخ هذا وخاشي نظر نغدي لك التاريخ من ميدان غتغايت كاس الجبن قا اي نوع تقتل كي ساكينو واش جيت كم ظنان واش جيت عمود كي كوميساريا واش جيت منا نغسل حبوسات قوم قالوا كمرنا نطحنا طحنوا مثلا كاميون باسوريا ميتراجا النظام غزا ميتراجا النظام غادي يكتب واش هين كامين تراجا قام انا يا نهارا تزيد كيما مثل محسن فكري وهذو تشا تسلاك يا تسلاك تسقيوا تسقيوا اسكور جا قانغ مستهدفين والنظام هو مؤمن سلماكر الخديعه ما راه تدور مشي حاجه التاريخ تقزم كي 58 من يوقعان اتسلم النظام من يعنى ومعمل الخميس يقاد الخطاب قد 58 يدعى غير فيين يلاق لقي الجبولات الناس هو ما في مدينت وقوم يتوقع والو تسمى بشكني اي ثمات غير فيين تيقن هو انضرب عاضي ذي السن
واسوج الناس من ميليشيات الحزب الاستقلال هرث تسوقابو نجي نعاذرو قد كمان سيور خلي اغتصابي كيوقعن قد 58 الاغتصاب جماعي سي حامو صحامو شي طمغارين سكول شي وسفا تسمى زيت طاف نقم ما غاش شي التاريخ اواتي انت قد اغاس نسيور ما غا واي وضد الوقت نسيور خمانايا يقرا في الجن جريمة هي تدخل جريمة ما معنى ثلاث جريمة ثانيتين تقابو موسقى القانون الدولي محكمة الجزائية قيروما يعني اي بنادم يتقاس لجينوسيد اي بنادم يتوت في قمس على ذيتين يتحاكم تقدم في العدلة خاص مادة الحياة نخيط يتقدم غال العدلة غالس الاعدام يخسى تسلم وزيد نيقى هيئة الانصاف والمصالحة راح دور ما تزال تقرير ما يفوق نيناك 58 ظهار بأهلية جرسن إيش ورقة لك في التمرد؟ إيش ورقة حرب أهلية؟ مع العلم رجدون النقي 58 أسون الحقنسن أسون الحقنسن لا ينصفوا ذو المصالحة من جزي السوار نينا وهذا بدا زي ستة أجنت زي 65 ما مانايني باش هتسيور خلمة دي مباركة ما مغسقة وني كي جانو خاذ نتيشاك قل جرائم ناريف أقش التاريخ إذا نغس صغورا ما غاشينو نازو شيخ التاريخ نجدو ذنو ما غاو نازو شيخ من يوقع نقاب عثمانين ما غا مانا يخاص نازوش أبقى لك لا يوم ما نازو هاد نقنبش نيجن الجراح هاد ننبش يما الجراح نادي ننبش الجراح نية في ذني سفاق يعني الجراح نية أنا حاول أزاك سنستافد وهم قاقشيك سنسناح وسنزمي سناح ولكن وخايف دولة مرادة زوكين غزمارة سناح والله يمات زمارات لحقاش السياسة نيكي قال حسن الثاني التجريري فينا أوروبا ما راه أي حاجة توقع لا تطفق نايف مثلا غروبا يعني أي مثلا غروبا حمانانا السياسة نيكي قال حسن الثاني قال تايك يتمارس وخال واه إلا الحسن الثاني فقط غانغ سوق أبو ديريكت واغي نقانغ شوي شوي موخذ قال شوي شوي نشوف وغاي ذا ميغا خدم شكون غاك ميغا تخدم شكون غاك ميغا تخدم بزاف إذن غدا وغانغ ميغا نخدم وغنغمي غنخدم يعني وبليش يخانغ يخصا غنراح الداخل غاصم يعني شينا نوبا نسمينا داوين اني غيصدغن ذات جديد داوين السياحه الجنسيه نسن ذا الزون مانا اني خنغاك نذا الزون هذا نصاحر نايت ما حنو الفساد ولي لي سيف نظمطه والله يراه ذري ثنين نظام والدي في شخص الملك اللي كان الرئيس للدولة كان من المفروض على أننا على أنه إمريكي جاء كي دولة الحق والقانون أمو غراني غيترواش عبر الإعلام الصرف اللاصحي أتف منذ خروج الأحرار إلى الشارع أتف يثبت غال البلاد حماضي زاملي توقعن لأن المسيرة نومي فوت الشارع أفرض ضد السياسة إنس نتمارس كونتر المنطقة يا ثاني تناري ولكن مخصنا على أنه النظام وانيتي زقومي يفق الاستعمار الإسباني والفرنسي زي المغرب إسل الماس زمام الأمور إلى يومنا هذا يتمارس الهمجية الديكتاتورية السلطوية في حق إبوبريثان ذيكا حيوان أنو مغاسل حفاظات المخزن إني مقال الدكاكين السياسية الأحزاب الممسوخة نتبثالن المخزن نواة ذو النظام نواة أحزاب ملعونة ومخنة شتيذنا مولاي محال رضوان الله تعالى عليه على أنه أحزاب واضحة إنك أيها المغاربة مصيبتكم في أحزابكم وكذلك ومثال الشينيريفيان المصيبة النغ واضحة وهي الدكاكين السياسية ماذا؟ لأنه النظام باش تغسو رئيس سبحان يتسكات المقدم يتسكات القائد يتسكات الباشا يتسكات الأحزاب السياسية حما أضغار ذريقي جاتع فانيل انت كي كان يسجح نهارا ملي توقيعان قالي في النار مجزرة كبيرة جدا وفاق شي اقمت كان ايدع شيون باش ادفوغ وحنجا اديال رضي العاشل حما اذيك التجارة اذي عاولها الى ناس ادياسو كاميون الباسورة اذي طحان
ثانيتين جريمة قتلوا تحية الغالية. أدعو كافة الريفيين والريفيات إلى الاستجابة من أجل كسر الحصار وما تنغزفها في البطن. ندعو كافة المحلات التجارية إلى الإغلاق. يثبتنا التاكسيات الكبيرة أساعد باش تذكرنا يثبتنا في المناطق باش تنزع كافة القطاعات باش تنضمن الشكاوي الاحتجاجي باش نعلم بأنه شين هما ثلج لن يربكنا المخزن بقمعه. ندعوه إلى الثبات وعدم الهروب ونقول شيئا خلق جنة. نعيش بشرف أو نموت بشرف. المشوار النضالي الى الامام اسلوب باش نهور الوذين باش نتراجع لانه اختغل سن بانه مرة نتراجع اقلو خيتي لنقاه في المعقول وكبوره ثمانية غراف أخي ثمانية المطالب نغطغي من شامي المات المطالب نقاه المطالب من حقوقي أنا هرى أنت في عجل نغني أمانا 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 تدحر ما كيزنا تخم دحر ما كيزنا أشينا قسمنا بالشهادة نعيش بشرف أو نموت بشرف. إذا القاسي يثبت الخوشي وترتد لكم شيء وترتد لكم شيء أقمر الموت أنح شهداء لننزع أنقذ الشرفاء.